انا بناشد الرئيس السيسي وسيدة وزيرة الصحة ان هم يبصوا لحالة بنتي آلاء سند ابراهيم واصحاب القلوب الرحيمة، ان هم يعني لو في فرصة ان هي تسافر تزرع في المانيا، او لو ما كانش يبقى تكلفة العلاج اللي هو الريفوليد بتاع الصفايح، علشان البنت فعلا بتنزف جامد. اه طبعا نفسي بنتي ربنا يكرمها وربنا يعني يوفق كده الناس ان هي تبص لحالة بنتي آلاء سند ابراهيم ويكون لها نصيب ان شاء الله وتسافر تزرع، لان انا فعلا بنتي بقالها 4 سنين بتموت بالبطيء قدام عيني. انا الدكتور قال لي انتي مقطع نفسك عليها ليه، هي بنتك كده كده ميتة، بس بدل ما تموت الشهر ده هتموت بعد سنة، انتي بتشتري وقت. فطبعا انا كأم مش يعني قلبي مش جايبني ان انا اقصر معاها في اي حاجة خالص لاخر نفس، واللي ربنا رايده هو اللي هيكون باذن الله. منعشم في ربنا كبير ان شاء الله.